اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حلقتنا النهارده بمناسبه عيد الام. طبعا برحب في البدايه بالكابتن غاده حسام نجمه النادي الاهلي في كره اليد وكمان حارس المرمى وام، ونقول لها كل سنه وانت طيبه. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك، عامل ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب ومبروك على بطوله كاس مصر. الله يبارك في حضرتك. خلينا احنا عملنا تقرير كده عن رحلتك مع كره اليد نشوفه كده وارجع ليكي تاني. تمام. اعزائي المشاهدين، عملنا تقرير من هي غاده حسام، نشوف التقرير جوه حضراتكم تاني. غادة حسام حارسة مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي وحامي حمى الشباك الأهلاوية وأحد قادة الفريق الأحمر خلال السنوات الماضية. استطاعت حسام أن تقود الشياطين الحمر مؤخرة للفوز ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 27-20 في اللقاء الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. ونجحت حارسة عرين النسر الأهلاوي في التصدي ل 22 تسديدة لترجح كفة المارد الأحمر وتمنحه التتويج بأول ألقاب الموسم. وقدمت غادة حسام مستوى مميزا خلال مباريات الموسم الحالي بعد عودتها من الاعتزال عقب زواجها وإنجاب طفلها الأول يونس، وهو ما ساعد زملائها على اعتلاء صدارة الترتيب العام لجدول مسابقة دور العمومي حتى الآن برصيد 89 نقطة. غادة حسام تمتلك العديد من الخبرات، حيث إنها شاركت مع منتخبنا الوطني للناشئات في البطولة الإفريقية ببوركينا فاسو 2011، ثم التحقت بمنتخب الكبار في البطولة الإفريقية والتي أقيمت بالمغرب 2012، كما حصلت مع النادي الأهلي على برونزية البطولة العربية في نسختي عامي 2013 و2015 والمركز الرابع في نسخة 2014. نجمتنا اليوم مميزة على جميع الأصعدة، فهي أم مثالية وحارسة مميزة وتمتلك شخصية قيادية، كما أنها حصلت العام الماضي على رسالة الماجستير من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان بعنوان البروفايل البدني والمهاري والنفسي لحارسات مرمى كرة اليد، وهو ما يعني أنها متميزة على كافة المناحي. ويأمل الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف في تعويض إخفاقات الموسم المنقضي والفوز بكل البطولات المحلية.